الناس اللي ساهموا في تأسيس ديال المركز للتصفية الدم. بالمناسبة كاين هنا عندنا بعض المخارطين الجمعية اللي كيتلقاو العلوم القرآنية اللي كتسمعوهم المحاضر، طبعا طلبة القرآن الكريم تحت الإشراف طبعا الشيخ المحاضر اللي هو غادي تعرفوا اللي بعد قليل وغادي نكرموه ونخلي له مفاجأة. غادي نبداو بأول طالب أيوب النمري. أيوب النمري، أمال هذا المحاضر مالهم؟ بالنسبة لجمعية سيدي الغازي كتحفز هاد الوليدات باش يستمروا في قراءة القرآنية، كما كنعرفوا هما كيتلقاو يعني قراءة ديال القرآن طالب الشيخ ديالو فقيه اللي غادي نكرمو حتى هو فهاد الإطار. شكرا عليك، مشكور أيوب النمري. غادي يسلم لي هاد الهدية الوليد ديالو النمري حسين. واحد سي الحسين حسين النمري اسمه دائما هذا الشيء من هذا الاسد سي الحسين النمري، مشكور على هذا العمل. طلبة تلقاو القراءة القرآنية في مسجد زنقة إيكيسن. فاطمة الزهراء فلا سيد هدية. غادي ندي اللحظة على السي خليل منا محمود. إذا البكالوريا حصل على البكالوريا في العلوم الفيزيائية من هذه القرى. إذا طالب آخر عبد الله خلا أخيرا. إذا في التسليم غادي ننادي على زينب بحيرة. محمد حميد يا وحدايا.